صباح الخير من طاشكند. اليوم الثاني هذا السرير اللي انام فيه او انام عليه. نقول لكم النور، هذا هو سريري وشنطتي، وهذه شنطة السفر اللي فيها خيمة. هذه هي شنطة أغراض الطبخ والنفخ، هنا ما أحتاجها لكن طلعناها بسوينا قهوة. وهذه هي الغرفة عبارة عن سرة زي ما أنت شايف، سرير دورين، وفي سحاب ستارة. وهذه باب الغرف، هنا في غرف إذا تبغى تكون لحالك أوكي، وكذلك هنا غرف. وهنا أكرمكم الله الحمام، هذا الحمام نظيف، هذا قوي هنا في الغرفة. وهذا الريسبشن هنا، لو جود مورنينغ، هذا الريسبشن. وهذا الفناء، المكان اللي احنا فيه، هذا ابو مالك. وهذا المطبخ من هنا، هذه الجلسة هنا، هذا محل القهوة، الفطور. هذول أصدقائنا في السكن، تلفزيون ومطبخ. هنا طبعا في الكافيتيريا الحريم، نساء ورجال يفطروا هنا، لكن في السكن كل مين له جزء من البيت هذا والمكان الفندق. لكن مكان جميل حلو رائع، في خصوصية، في كاميرات، في زي ما انت شايف نسبة الأمان هنا عالية، تترك أشياءك. هذا ما في مرة، الباب أصلا ما ينفك إلا من عند ريسبشن، يطلع اللي يطلع واللي يدخل. حاجة حلوة، في رقم سري للباب الخارجي. اليوم إن شاء الله راح نطلع في كذا جولة داخل السنتر، داخل المدينة، و تقريبا هذا هو النشاط اليوم. أبو مالك هو اللي مهتم بالجدول وب ولا يهمك، هو شو اسمه المرشد السياحي. بكرة حظبطك وحوديك أماكن عمرك ما شفتها في المنطقة. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طالعين إن شاء الله في مشوار لوسط البلد، هذا الحي اللي ساكنين فيه هنا، فندق. رايحين لوسط البلد، السيتي سنتر أو وسط البلد، وجولة كذا خفيفة اليوم. يعني تقريبا هي اللي عندنا ذا المشوار، ممكن مع بعض الأماكن الخفيفة ونرجع السكن إن شاء الله. هذا برضو فندق شبهه، كلها هوستل بي مروانة. لكن داخلية ما على الشاشة. أيوه ما على الشارع. ما على الشوارع. ممكن نفس الأسعار، ها؟ مقاربة. 18-20 دولار، زي حاجة زي كذا. أسعار حلوة يعني.
وصلنا وسط البلد السنتر. التاكسي اخذ مننا 8500 سوم تقريبا اقل من 3 ريال. المسافة ما هي بعيدة ولكن مشاوير انا معقولة تعرفة التاكسي. هذا من خلال تطبيق طلبناه هنا. التطبيق ايش اسمه؟ يندكس. يندكس التطبيق اسمه يندكس. هذا بيستخدم ابو مالك صار له فترة هنا اكثر من شهرين في قرقيزستان وفي اوزبكستان. هذا الميدان تيمور لينك ورانا ان شاء الله نروح له في مقطع الشارع. وهذه الاكشاك في هذا المكان تقريبا هذه حديقة تيمور لينك او مقابل تمثال تيمور لينك. العاب هذه تستأجر من هذا مضرب وكورة. تعال العب مع الشباب. هاي هوري جود. خليني العب مع هذا. Can you try? Yeah, I will try, huh? لعبت معاه من زمان ما العب تنس. ابو مالك هذا حبيبي والله انا كسرت. كنت العب زمان يعني العب كهاوي بس من زمان ما لعبت. كسرت روسه وانا في تنس طاوله كان عندنا في الجيست هاوس. كسرت روسه طبعا كلنا نلعب من باب التسليه. تنس طاوله بلياردو. انا كنت وانا صغير كان في امريكي في الجامعه الاسلاميه يدرس زمان وكان يدربنا كاراتيه. اتعلمت معاه يعني ومشيت معاه بعدين تركته. فعندي يعني شويه كاتات كذا بسيطه. اذا جاء احد يمردغني يعني اتمردغ بحرف انا. طيب ايش رايك؟ يلا خلينا نقوم. وهذا جانب آخر من الحديقة نفسها. وفي بشكك في شيء مشابه لهذه القناطر دي. فكان معايا أحمد الله يذكره بالخير شاب سوري عايش هناك يقول لي هذه من الجبال والعيون أو الأماكن اللي يعني مصادر الماء يفتحوا كذا هذه القناطر على المدن لتلطيف الهواء في الصيف لتلطيف الجو يعني. وهذه الناقورة أمامك. يا سلام شوف رذاذ الماء كده مع الخضار حاجة ما حصلتش. خليك شاعر. حديقة حلوة بس لسه تقريبا ساقينها. في موية لسه الأرض مبلولة ولا الجلسة حلوة هنا.
وما جبت معي لا كرسي ولا. طبعا رفيق الرحلة أبو مالك هناك له إخراجه وتصويره ما شاء الله عليه. تابعوا سناب أبو مالك وكذلك له قناة على اليوتيوب. فالمكان لطيف هنا، ما أدري هذا ورق عنب ولا إيش هو، صراحة جوا جميلة هنا. بس هنا في أوزبكستان الصيف يكون حار حقيقة. الآن إحنا في شهر 5 على آخر 5، الجو في الشمس حار، بس في الظل طراوة وبارد، وفي الليل براد بارد شوية الجو، يعني 22 حاجة زي كده. وربما لو طلعت الأماكن المرتفعة فأكيد راح يكون الجو أبرد. فإحنا في جولة اليوم هنا داخل المدينة، بكرة لنا جولة حنروح مكان ثاني إن شاء الله بإذن الله. إحنا يعني جولاتنا هذه ما هي بترتيب مسبق، يعني بما تعني الكلمة إنه مسبق يعني بحذافير وكل خطوة وفين نروح وفين نيجي، لا، مخلينها حسب الإزعاج. يعني استغلنا ده بالمكينة حقه، ولا أنا اللي استغلته جاي في منطقته، فمخلينها إيش الدعوة مفتوحة، حاجة مفتوحة يعني، محل ما يحلو لنا نروح، مطرح ما يرسي الهوى ترسي مراسين على رأي الست. هذول الظاهر مدرسة طالعين. جينا عند الراجل هذا يبيع ال هذه السوفينيرز او الاشياء التذكاريه لها. Я нервом не был, комсомольцем не был, да? Нет, не успел. 15 мест всего лишь. Дети только. Какой дочку получается? Африка. А, ну, not America, not Africa. Арабия. О, Арабия, Арабия. Сауди Арабия. Мадина, Макка. А это вот русский, то есть русишь чуть-чуть, да, понимаешь, оказывается, по-русскому немножко? А, руси, ты сказал. Да. Раша. Раша, русский, раша. Hey. Вот, мистер, my name is, вот. What is your name? My name is Аюра. Аюра, your name? Yes, yes, your son. Nice to know you, Mr. Arora. Okay. My name is Hussein. Hussein, oh, hey. Hussein тоже. Вот видишь, я сам делаю, вот сижу. Jamil, beautiful. Да, yes, вот видишь. You do that, а? Да, вот. Опа, грудную клетку. Опа. يقول لك صنعة في اليد أمام الفقر. الراجل يدي تتلف بحرير. Good. Good job. يا سلام. وهذا جانب آخر من المكان هذا. جيت أصرف $100، معاي بطاقات، بس حاب إيش بعض الأماكن تجي ما في كاش، زي قبل شوي المكان هذا اللي حق اللي بسطين في الأرض، واللي بعض المحلات يقول لك أبغى كاش، فالبطاقة ما هو دائما يعني تكون تاخذ فيها اللي تبغاه، يعني المحلات ما تقبل، لكن في الغالب يقبلوا البطاقة. صرفت $100 بتونا عديناها انا وابو مالك $1,140,000.
1,142,000. فقلت لابو مالك مره اليوم تبغانا ناخذ سياره، تبغانا نشتري بيت اذا لقينا بيت رخيص 500,000 بسم الله. انا اشوفها هذول الرسامين يرسمك. ثانك يو. شوف كيف ويل سميث. شكرا. هذه خيمة أبو مالك دخلها يقول لي شوف فيها أشياء حلوة. هلو. في تحف والله. فيها تحف. شوف كيف. طاقية مربعة. صحون. شيء جميل. حضارات، ثقافات مختلفة. ويد عاملة حقيقة شيء. والله موسيقتها حلوة، موسيقى تلفونه. وهذه ايش؟ هذه الدولارات حقيقية؟ المرة دي حطة دولارات حقيقية ولا؟ هذه حقيقية؟ أنت؟ حاضر. هذه فلوسك؟ والله العجوز تضحك. مزورة. This is for you؟ ها؟ Real؟ يو. نو؟ يوك؟ هذا كم؟ وعليكم السلام. How much؟ هذا والله يا ولد 3,000 سوم 5,000 سالناهم عن بسكليتات هذه ايجارها، فقال لنا 30,000 سوم للساعة، يعني تقريبا أقل من 10 ريال ساعة. وفي برضو هذه اللي بال كهرباء، وهذه برضو في هذه ما أدري كم أسعارها، يعني حتزيد شوية مثلا. وفي الثانية برضو هنا نريح في هذا المطعم، إما كان حاجة أو أبو مالك كمان شيء، إحنا كان حاجة بس قهوينا وبعدين الأكل نشوف كده. بعد ما دخلنا المطعم قررنا انه نخلي الغداء بعدين، واخذنا لنا هذا ايش يسموه ابو مالك؟ لاتيه؟ كوفي لاتيه؟ كابتشينو، ايس كابتشينو. ايس كابتشينو، يا سلام. ايوه شوف الايس، اني ارى الايس من خلال الكاس. وهذا طبعا تشيز كيك زي ما انتم شايفين. جلسه حلوه رومانسيه، المكان هذا مكيف، واللي برا لا مفتوح اوبن. وفاصل ونواصل ان شاء الله. اي صراحه رحله جميله، واللي مجملها حقيقه ابو مالك. انت ده
هذا سوق تقليدي عادي، سوق ملابس. هذا التمثال التيمور، تيمور لانك. جينا مع هذا النفق عشان بنروح لمحل ادوات ادوات هايكينج، مستلزمات الرحلات واشياء زي. نطلع على السكة الثانية. شوف هذا المبنى والعمارة هذه بشكل مختلف مميز، تدلك على يعني الحضارة الأوزبكية والحضارة في وسط آسيا وهذه الجهة من العالم. هذا ما أدري إيش يبيع، والله يبيع يمكن سكرين مقابل KFC كنتاكي. هذا المكان طاشكند يونيفرسيتي، جامعة طاشكند، مبنى بديع جميل. Have you on my channel, okay? Okay. Your channel? Yeah. Oh, YouTube? Subscribe to my channel. Really? You have channel? No. Yeah, these guys we met a while ago. Okay. And now they are following us. Okay. You are following us, yes? Yeah. No. We have some work. I know. I'm just joking. Joking. Okay. Hey, look. رايحين مشي للبيت. جينا زي ما شفت بالتاكسي وراجعين مشي من النفق، نفق المترو، نطلع مرة ثانية فوق على الشارع. شوارع طاشكند عاصمة أوزبكستان، شوارع رئيسية هذه زي ما انتم شايفين، محلات تجارية، هذه صيدلية، يعني الواحد من الصباح جالسين نمشي من وقت ما طلعنا إلى الآن الساعة تقريبا 5، وما احنا حاسين حقيقة بالتعب. أهلا وسهلا. إيش هذا يا ابني؟ أنا ما أدخن يا مكثر
هنا نسبة كبيرة خاصة في الوسط النسائي يدخنوا يعني. وصلنا لي سان رايز كارافان. ندق الجرس. افتح يا سمسم. أو السلام عليكم. تشكرات.